من يقف وراء طرد أبناء محافظات الشمال من عدن ومن هو المستفيد؟ هناك فصيل جنوبي متطرف هو مجلس الحراك أو المجلس الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، هم من قاموا باتخاذ هذه الإجراءات. وقد اعترف هاني بن بريك في صفحته على تويتر بأن هذه العمليات تستهدف أصحاب المطاعم وبعض العمال، وادعى أن أصحاب المطاعم من المحافظات الشمالية قاموا بتوزيع مشروبات احتفالا بقصف عدن. طبعا وهذا الكلام غير صحيح بل غير معقول، لأنه لا يمكن أن يحتفل عمال في عدن وفي قلب المناطق التي يسيطر عليها هذا الفصيل من الحراك الجنوبي المتطرف أن يقوموا بالاحتفال داخل عدن وهم يعرفوا عواقب هذه الأمور، إضافة إلى أنه ادعى أن هناك أسلحة لدى أصحاب هؤلاء المطاعم، وهذا الأمر كذلك غير صحيح. لو وجدت أسلحة لكان يفترض أن يتم إحالتهم إلى النيابة العامة، لأنه وجود الأسلحة في مطاعم يدل على أن هناك أهداف أمنية لهؤلاء. وبالتالي كل الزوبعة هي والإجراءات التي اتخذت هي من قبل هذا الفصيل الذي يديره عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، ولا يوجد انقسام شعبي. بالعكس هناك إدانات كثيرة من أبناء المحافظات الجنوبية ومن المشائخ. أنتقل إليك دكتور عبد الحميد، يعني أنتم كممثلين لجزء كبير من الجنوبيين، كيف تعلقون على حملات التهجير التي وصفها البعض بالتهجير القسري التي بررها البعض بأنها إجراءات تأمين عدن؟ شكرا لكم أولا على الاستضافة، وتحياتي لضيفكم العزيز. وفي البداية الحديث عن موضوع الجنوب العربي وموضوع اليمن، لابد للناس أن تعرف ما هي المشكلة. أولا الجنوب كانت دولة تحت الاحتلال البريطاني وتسمى الجنوب العربي، نعم، وكانت المملكة المتوكلية الهاشمية وبعدها المتوكلية اليمنية وبعدها الجمهورية العربية اليمنية فيما تسمونه الآن الشمال. ما جرى بعد 91 وحرب 94 واحتلال الجنوب من قبل قوات الجمهورية العربية اليمنية وفرض واقع بالقوة، بدأ الاحتقان وبدأ شعب الجنوب العربي يقاوم. ما جرى وما وصل إليه اليوم هذا الاحتقان قد يؤدي إلى أكثر مما هو حاصل في الوقت الحاضر، وبالتالي الحديث عن موضوع تهجير، كيف نهجر ناس وهم مش من هنا؟ يعني من اللي يهجرهم؟ ما حدش يهجر واحد من وطنه، ولكن بالعكس يعيشون شعب يعني الجنوب استقبل 4 مليون من النازحين، استقبلهم في مدنه وتعاون معهم، بل وحرر الجنوب وقاتل معهم، وما زالوا شبابنا يقاتلون معهم داخل أراضيهم. والأربعة المليون اللي تحدثوا عنهم موجودين هنا معظمهم من الشباب اللي مفروض يروحوا هناك ويقاتلوا. فالموضوع اللي حاصل طبيعي لأن الاحتقان كبير والأوضاع صعبة، وقد يكون هذا مخرج للأشقاء في اليمن في الوقت الحاضر، لان الاحتقان قد يؤدي الى كارثه. اذا يعني انت ترى ان الحل هو طردهم؟ يعني ان كانوا هم لا يريدون الذهاب طوعا، هل الحل هو طردهم من المدينه؟ نحن لا نتحدث، هناك من يرى ان هذا هو نوع من الانتقام. نحن نقول النازحين موجودين في معسكراتهم، انت لو كنت الان موجود في عدن سترى انه ما فيش اي شيء مما يروق له الان، ولكن هذا الموضوع اللي حاصل أي شيء من حملات الترحيل تقصد؟ حصل قبل كذا مرة، ليس مرة الأولى، حصل هذا بعد الحرب مباشرة نفس الحكاية. والآن هذا الموضوع نتيجة للوضع الأمني اللي أنتم الآن تتابعوه في عدن، حاصل قضايا كثيرة. الحكومة اليمنية دكتور عبد الحميد وجهت مناشدات بوقف حملات الترحيل وبين الأشقاء، هذا شيء يحدث على أرض الواقع غير عادي. لو سمحت يا نعم فانو. نعود إليك أستاذ علي، يعني كيف تعلق على كلام دكتور عبد الحميد، وما هو رأيك في موقف الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها؟ هناك خلط يقوم به الدكتور عبد الحميد عن عمد، يخلط بين القضية السياسية وبين القضية الحقوقية.
بالنسبة لما حدث في عام 90 هي وحدة بين دولتين صحيح، لكنها كانت وحدة طوعية وحصلت بعدها إشكالات سياسية بسبب إدارة الوحدة، الجميع أساء لها، وهناك فعلا أزمة وقضية جنوبية يجب أن تناقش، لكن ليس للمواطنين اليمنيين البسطاء من مختلف المحافظات أي دخل. هناك مئات الآلاف منهم من أبناء المحافظات الجنوبية في صنعاء لم يعترض عليهم أحد، مع أن صنعاء تقصف بمعدل يومي. الدكتور عبد الحميد كذلك لا يزال يحمل في جيبه بطاقة شخصية من الجمهورية اليمنية وجواز سفرة من الجمهورية اليمنية، والعالم كله لا زال يتعامل على أن هناك جمهورية يمنية، ومتى ما حصل حل سياسي سواء يؤدي إلى استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة يمكن أن يستمر المواطنين بشكل طبيعي في كل مكان. لا يجب أن نخلط بين القضية والصراع السياسي وبين القضية الحقوقية. كلام الدكتور يبرر الجرائم التي ترتكب في عدن عندما يقول عليهم أن يذهبوا إلى الجبهات، هؤلاء مواطنين عمال مطاعم بسطاء يبيعون في الشوارع، كيف تقول لهم أن يذهبوا ليقاتلوا؟ لماذا لا يقول الذين في صنعاء لأبناء الجنوب اذهبوا لتقاتلوا؟ هذا الكلام يا دكتور تحريض على القتل وتحريض ضد حقوق الإنسان وممارسة عنصرية كبيرة. هناك قضية سياسية يجب أن نعالجها، يجب أن نبحث، يجب أن نصل إلى مختلف الحلول حتى لو وصل الأمر إلى انفصال من جديد، ليست مشكلة. المهم أن نجنب المواطنين ويلات هذه الحروب وويلات هذا الدمار وويلات هذا الصراع يا عزيزي. طيب دكتور عبد الحميد، يعني إحدى التغريدات التي ذكرتها زميلتي منذ قليل يعني كانت من شخص يقول أنهم يرحلون الشماليين من الجنوب ويريدون من الشماليين ترحيل الجنوبيين من الشمال لكي يكتمل سيناريو الانفصال بشكل أسرع وعلى حد تعبيري المسرحية أوشكت على الانتهاء. يعني كيف ترد على هذه التحذيرات من الانفصال؟ طبعا أنا أولا بس ممكن أعلق على أنني أنا أحمل الجنسية اليمنية والبطاقة اليمنية، أنا أحملهم كالفلسطيني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية لأني تحت الاحتلال وأحمل هذه الجنسية اليمنية فقط لا غير. أما أنا لست من هذه الدولة اللي احتلت الجنوب بقوة السلاح، هذا رأي وهجرت شعب الجنوب وهجرت مئات الآلاف من الموظفين والعسكريين، مش إلى مناطق كما يقال داخل، لكن هجرتهم إلى جيبوتي ومصر وإلى آخر من الدول، والأخ يدرك هذا الموضوع. وما زالوا هؤلاء المهجرين في العالم كلهم مشتتين من الجنوبيين من بعد حرب 94، وبالتالي الوضع لا يغطى عليه وكأننا دولة واحدة. إذن أنت تؤيد سيناريو الانفصال؟ جنوب عربي، وأنا شرحت لكم تاريخ هذه الدولة، وبالتالي شعب الجنوب قاتل في هذه الحرب حتى يعني لو سمحت فقط أن ترد علي في هذه النقطة، هل تؤيد سيناريو الانفصال؟ حلول سياسية لأن هذا ما تقوله، وحرر بلده وأستقبل هؤلاء الأشقاء لأن الحرب عندهم ما زالت مستمرة وما قصرش معاهم حتى اللحظة. هناك ممكن أكثر من كم مليون موجودين في عدن وغير عدن. كيف يمكن أن يؤثر هذا الانقسام الدائر على الحرب مع الحوثيين؟ كيف يمكن أستاذ علي أن يضعف جبهة الشرعية أمام الحوثيين؟ نعم، الممارسات التي حدثت في عدن وبعض مناطق عدن هي في صالح الحوثيين حتما، وكذلك الممارسات التي تحدث حتى في تعز من قبل التنظيمات التي تحكمها والممارسات في بقية المحافظات التي يزعم أن الشرعية تسيطر عليها للأسف هي تخدم الحوثيين بشكل أو بآخر. إضافة إلى أني أريد أن أقول أن القضية الجنوبية أصبحت أداة سياسية ومطية سياسية، ولا يعني مثلا عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال شائع الذين هم أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي كانوا إلى قبل يعني أشهر معينين من عبد ربه منصور هادي الذي هو رئيس الجمهورية، أحدهم محافظ والآخر مدير أمن بقرار الجمهورية، وعندما تم عزل بعضهم لجأوا للقضية الجنوبية والادعاء أنهم يمثلون أبناء القضية الجنوبية. لا أريد أن يظهر الدكتور عبد الحميد وبقية أعضاء المجلس الانتقالي بأنهم يمثلون كل المحافظات الجنوبية، هم فصيل بسيط وصغير، لكن لأنهم مدعومين من دولة إقليمية أصبح لهم هذا الوجود وبالسطوة وبالقوة، وأغلب أبناء الجنوب ليسوا مع هذا المجلس الانتقالي الجنوبي، وهناك الكثير
من الانتقادات من داخل أبناء المحافظات الجنوبية. وعموما كما قلنا وأنا أقول دائما أنه يجب علينا الفصل بين القضية السياسية والقضية الحقوقية. لا أريد أن أدخل في جدل معه حول مسألة الجنوب والدولة وسعادة الدولة، هذا يبحث في الملف السياسي. نحن نتحدث الآن عن قضية حقوقية، عن ممارسة عنصرية ضد أبناء المحافظات الجنوبية من بعض الفصائل داخل عدن.